تجارب كثيرة نمر فيها في حياتنا قد تكون محزنة ومؤلمة، لكن شو ممكن نحن نخلي هذه التجربة لنقطة تحول في حياتنا ونستفيد منها؟ أكيد مع ضيفتنا المهندسة عائشة برحمة، مدربة مختصة في مهارات التحفيز. حياك الله، نورتنا اليوم. تسلمين. أول سؤال، ليش اتجهتي كذي بسرعة؟ صار فيني فضول حق مجال تدريب كونك أنت مهندسة كيميائية. انا الهندسه اخذتها كيعني وظيفه، يعني انا اخذتها كمجال دراسه، بس انا اساسا بالاساس احب التدريس، بس هم مو ميولي تدريس اكاديمي او تدريس المدارس للاطفال، ما عندي هذا الميول، فلقيت نفسي اكثر في مجال التدريب، لان الناس لما تيك التدريب هي رغبانه، ما تكون مثلا مجبره مثلا المدارس او غير التعليم الاكاديمي، فانا حبيت التدريب، يعني لقيت ناس تي هي رغبانه بهذا الشيء، هي حابه ان هي تطور من نفسها، تغير اشياء هي محبتها، فوايد لقيت نفسي في المجال. نعم، يمكن البعض ساعات لما نسمع لي قصص نجاحهم لازم تكون مروا يكونون مروا في تجارب كثيره قد تكون محبطه لهم، لكن مع هذا قدروا انهم يستفيدون منها ويحققون هذا النجاح ويصير نقطه تحول في حياتهم، فهل فعلا في نقطة تحول في حياتنا ممكن هي تساهم في نجاحنا؟ طبعا أكيد في نقاط وايد تمر في حياتنا الإنسان يتغير فيها أو يتحول فيها، في أشياء الإنسان يحس فيها وفي أشياء الإنسان يعني يكون باللاوعي، يعني خلاص هو مبرمج عليها، يعني مثال على الأشياء اللي احنا ما نحس فيها، الإنسان لما يكون مثلا قبل فترة مثلا الزواج هو إنسان مستقل بذاته، يعني مسؤول عن نفسه فقط. لما يتزوج خلاص سواء الرجل أو المرأة يصبح مسؤول عن أسرة، مسؤول عن أطفال، مسؤول عن بيت، بس هذا هو مبرمج عليه لأنه خلاص خلينا عليه بالعادات والتقاليد، يعني خاصة أنت مسؤول عن أسرة، مسؤول عن بيت، أو أنت مسؤولة عن بيت، عن عائلة، عن أطفال. أما بالنسبة حق النقاط اللي احنا نمر فيها، أحيانا ممكن تكون نسميها يا أمل أو ألم، يعني في ناس تتحفز وتتغير إذا مثلا ياها شيء إيجابي، مثلا نجحت في حياتها، حققت شيء، لقت الناس شجعتها، نجحوا وحققوا نجاح كبير فيستمرون في هذا الشيء، فهذا غير حياتهم. وفي ناس العكس تماما، يحوشهم مثلا موقف محزن، مثلا وفاة صديق، وفاة عزيز، ألم، مرض، هذا الشيء ممكن يحفزهم على أنهم يتغيرون للأفضل، يصيرون ناس أحسن مما كانوا عليه، ما يخلون هذا الشيء يستحوذ عليهم أو هو اللي يسيطر عليهم، بالعكس هم يسيطرون على الموقف ويتجهون لناحية يعني أفضل من اللي كانوا عليه. ممتاز. لو بنقول كلمة نقطة تحول عبارة عن شنو، أو لو نبي نفسرها ونعطيها تعريف؟ نقطة تحول أن أنا أكون شيء وأصير شيء ثاني تماما، ممكن حتى مو أنه يعني 100%، بس أغير أشياء أنا أحس في نفسي أنه يبيلها تغيير، يعني مضايقتني، او مثلا ممكن ساعات شخص يوجه لي نق على محبه، انه والله يعني هذا الشيء ترى يعني يبي له شويه تعدل فيه، مو مضبوط، فانا احاول اني انا اغيره، فهذه نقطه تحول، يعني هو فادني بالعكس استفيد منه، ولو هم يعني اذا ما يحبني ما راح يعني ويقول لي يعني انه ترى فيك كذا او يعني غير كذي، واستفيد منها، طبعا لازم انا ادرسها من ناحيتي، هل فعلا هي تحتاج تغيير ولا لا؟ هل هو يرى هذا الموضوع؟ ليش ما غير؟ بالعكس الانسان حلو انه يتغير. صحيح، يمكن البعض نشوفهم يعدي 10 سنين من حياتهم من عمرهم، مع هذا ما زالوا في نفس المستوى الوظيفي، نفس المستوى الاجتماعي، نفس المستوى المالي، بمعنى هل بالضرورة كل شخص يمر في نقطة تحول ولا لا؟ هل هذين الأشخاص للحين ما جات لهم نقطة للتحول؟ هو أكيد يعني خلينا نقول مو أكيد، غالبا يكون مروا في هذه النقطة بس تجاهلوها أو ما حبوا إن هم يستغلونها لسبب مثلا خلينا نقول يعني، وهذا يدخلنا في شيء ثاني، التفكير الايجابي والتفكير السلبي، هذا شيء وايد مهم عشان نتغير. كثير من الناس تظن ان التفكير الايجابي شيء يعني انا انولد فيه، بالعكس هو عاده مكتسبه، مثل ما انا مثلا تفضلت قبل شويه يعني قلت عن السباحه او الرسم، هذا شيء انا مع التمرين يعني اقوي في نفسي او انميه. نفس الشيء التفكير الايجابي، ماكو احد منا ما يمر في لحظات اب اند داون مثل ما نسميها، يتضايق، هذه سنه الحياه، ان الانسان يعني مره مستانس مره حزين، شيء طبيعي، بس المهم شلون انا دائما احاول اني انا اخلي نفسي ناحيه التفكير الايجابي، ما اخلي التفكير السلبي يسيطر علي، فلو انا دائما حاولت اني افكر في ايجابيه واستغل هذا الشيء واحاول انميه ويحتاج جهد يعني جبار. صحيح، كنت بقول لك متعب، وايد متعب، لان دائما نفسك تردك لا قاعده تبي ما، يعني حتى سبحان الله يعني نفسه يعني
يعني الشيطان يعني ما يبي الانسان يتغير، يعني هذا واقع صحيح، يعني فدائما يخلي الانسان في مثل ما هو مكانه، يعني دام انه هو مثلا متشائم هذا بالعكس من الصفات اللي يعني يفضلها، فهو ما يبينا نتغير، بالعكس الانسان لازم يحاول يسيطر على هذا الشيء ويحاول انه يوجه تفكيره للتفكير ايجابي. راح يعاني بس بالنهايه راح يوصل. وايد ناس يعني جاهدوا نفسهم وصلوا للايجابيه. زين عايشة، هل مرور أي شخص في هذه نقطة التحول لازم يحس بهذه نقطة التحول، وممكن يمر خلال هذه النقطة وتحول حياته من غير ما هو يحس؟ هو ممكن يصير كذي وممكن كذي، يعني ممكن يحس فيها وممكن ما يحس فيها. يحس فيها إذا كانت شيء قوي مؤثر على حياته، سواء كان بالإيجابي أو بالسلبي، مثل ما قلنا قبل شوية، سواء كان مثلا ألم أو أمل يأثر عليه. ومرات لا، يصير يعني خلاص هو مثلا متأقلم على شيء، تطور مثلا وظيفيا، استانس في وظيفته وصعد شوي شوي، فهذا هم تغيير بالنسبة له، يعني كان موظف مثلا عادي إلى أن أصبح مسؤول فرئيس، فهذه يعني تغييرات تمر بالإنسان. نعم، يعني كلامك ممكن نقدر نحن نفسره أن الشخص ممكن هو يعيش أكثر من نقطة تحول في حياته بشكل عام، ما ينطر أول شيء نقطة التحول اللي هي تيلة، ولا يقدر أنه هو ينطر، ولا أنه هو يبحث حتى عنها. عدل؟ عدل. يعني أنا الحين مثلا ممكن أنا مثلا في ناس والله تقول أنا أبي أغير حياتي، يعني مثلا أنا يعني أوكي صرت مثلا مهندسة وعندي وظيفتي كذي، بس أنا حابة مجال ثاني، يعني أنا حابة أني أتغير، حابة أني أوصل شيء ثاني، فحاولت أني أتجه لهذا المجال وأغير، فهذه بالنسبة لي نقطة تغيير، أن أنا ما مثلا والله ظليت على شهادتي، يعني حاولت أني أدور شيء أنا أحبه، بحثت عنها. وفي ناس لا، سبحان الله هي تيهم، سواء الظروف يعني تهيأت لهم، الفرص تواجدت لهم فيتغيرون. فهي يعني احيانا تكون باختيار الانسان، واحيانا تكون فرصه وجدت يعني جت له واستغلها. حلو، من شوي قاعد تسولفون قاعد تقول نقطه التحول ممكن تكون صعبه، حتى سارة ايدت هذا الكلام، ولكن لو نبي نقول ان نقطه التحول هل هي لها شروط او لها فتره وقت زمن عشان انا اقدر احول الموقف واروح حق موقف ايجابي؟ اي تغيير يمر على الانسان لازم بياخذ وقت، يعني ما في انسان ينتقل مثلا من الف يعني الى باء بدون ما يعني ياخذ له وقت، هذا شيء طبيعي. انا لازم يعني احدد الـ يعني شوي شنو مثل ما نقول، الانسان راح ياخذ وقته، راح ياخذ يعني مجاله في هذا الشيء عشان يتغير، فطبعا يحتاج وقت، يحتاج. ومن ناحيه الشروط؟ ومن ناحيه ما لها شروط، الانسان متى ما يعني حب انه هو يتغير راح يتغير. حلو. نعم، شو ممكن الشخص يستفيد من هذا التغيير اللي راح يصير في حياته والتحول؟ طبعا يستفيد منه، طبعا انا اول شيء التغيير لازم ان انا دائما اخليه من ناحيه ايجابيه، يعني ما ان انا احاول يعني اتغير لشيء سلبي، يعني ممكن الانسان يكون مثلا شيء ويصبح شيء أسوأ، احنا هذا التغيير ما نبي، احنا نبي التغيير الافضل، نبي التغيير دائما يطور من حياتي، سواء مثلا مع اسرتي او في بيتي. لكن يعني انت مو مستعده لهذا التغيير؟ لازم في احيانا ما تكوني مستعده لهذا التغيير، هذا واقع، بس المهم ان انا اتقبله، مثل ما قلنا ان انا تكون دائما طريقه تفكير ايجابيه، متى ما الانسان تبنى التفكير الايجابي راح يصير عليه كل شيء سهل، يعني مثل ما قلنا هو شويه صعب، هو صعب، يعني مو كل الناس تتقبل التغيير ولا كل الناس تتاقلم مع هذا التغيير، مثل ما نقول يعني تاخذ وقتها، اهم شيء الانسان يتبنى التفكير الايجابي، وثاني نقطه مهمه انه يتعرف على ذاته. اللي هو الذات اللي هي شنو طموحاته، شنو قدراته، شنو مهاراته، يحاول انه ينميها، هذه وايد نقطة مهمة يغفل عنها الناس، ان انا ما اتعرف على نفسي، باعتقادهم انهم يعرفون ذاتهم، لكن بالفعل هم ما يعرفونها. هي لازم يعرفون ذاتهم، ولو نبي نقول البعض يربط نقطة التحول في موقف محزن او موقف يكون سلبي، دائما يقول عشان انا اغير من حياتي اكيد بغيرها للاحسن، فاكيد انا كنت في مواقف محزنة، فهل نقدر نربط ان نقطة التحول فقط لمواقف محزنة؟ لا طبعا، يعني في مثلا ناس تكون مثلا ماشي حياتها طبيعية ومن أحسن ما يمكن وكل أمورها زينة، سواء من ناحية الأسرة أو العمل أو الدراسة كلها أوكي، بس تلاقيهم سبحان الله هم دائما يبون يسعون لأن يكونون أفضل، يبون يكونون شيء في هذه الحياة. وفي ناس لا، مثل ما تتفضلت أنه يعني لا، لازم شيء محزن عشان يغيرهم، يعني هذا صراحة مفروض أنه يبعدون عنه وما يحاولون أنه يخليهم يسيطرون عليه، بالعكس
اذا يا هالشيء طبعا ما نفضله، اذا يا وغير من نفسه كان بها، ولكن اذا ما يا لا بالعكس انا اخلي دائما فرصي في التغيير تكون ايجابيه، تكون دائما تفاؤل امل. صحيح. نعم، فلسفه الشخص انه هو يكون ايجابي قد يعني يختلف عليها البعض، يعني ممكن اشخاص يشوفونها ان انا والله يكون دائما مستانسه فمعناتها انا شخص ايجابي، اشخاص ثانيين يقولون لا احنا نكون يعني عايشين حياتنا طبيعيه، لكن اي موقف محزن يمر فيه ممكن ياثر فينا فتره جدا قصيره، لكن بعدين مصيره راح يعدي وان احنا راح نرجع مره ثانيه نكمل في حياتنا. شنو هي الفلسفه الصحيحه للايجابيه؟ التفكير الايجابي شيء مثل ما انت قلتي، هو في ناس مثلا ساعات يمرون في مواقف او اشياء تصير في حياتهم تخليهم يتضايقون، يتمون مثلا فتره، لكن احنا الاهم انها ما تكون طويله، تكون بسيطة يعني عادي. الإنسان طبيعي إن إيه إن الإنسان يتضايق، هذا شيء طبيعي يعني في كل منا. ما نقدر مثلا والله أنا أتم طول الوقت سعيدة أو أتم مثلا طول الوقت أفكر إيجابي، لازم في شوية تيني، بس الأهم ما أخليها تطول. مو معناته إن أنا تضايقت أو إن أنا زعلت إن أنا مو إيجابية، لا بالعكس، هذا يعني إنسان طبيعي، بس مثل ما قلت ما تطول. يعني مثلا ياخذ له مثلا خلينا نقول 3 أيام، اي موقف مثلا يضايق يعني ياخذ له 3 أيام على ما يروح، بس ما خلي يعني يطول علي اكثر، فهذا نقدر نسميه ضمن التفكير الايجابي. حلو. احنا اكيد راح نكون مستمرين معك في حوارنا حول نقطه التحول، شلون ممكن الشخص يستفيد من هذا التجارب ممكن تصير في حياته اليوميه ويحولها من شيء سيء الى شيء ايجابي في حياته. راح نروح فاصل صغير، بعدها نرجع نكملين معاكم. مكملين طبعا حوارنا مع ضيفتنا عايشة مدربة، وراح نعرف شلون ايضا من خلال حوارنا معها نحول نقطة تحول في حياتنا ونستفيد منها خلال حياتنا اليومية. لو نبي نتكلم في وايد شباب يمر عليهم مواقف في حياتهم ينعكس عليهم انعكاس ايجابي، ولكن في البعض ينعكس انعكاس سلبي، ليش؟ لان كل انسان على حسب تفكيره يشوف الموقف، يعني في ناس مثل ما قلنا اللي تفكيرهم ايجابي راح تلاقي دائما يستغلون المواقف بطريقه ايجابيه بطريقه حلوه يستفيدون منها، واللي الناس تفكيرهم سلبي راح يشوفونها من ناحيه سلبيه، ليش؟ لان نظرتهم دائما للدنيا تشاؤميه سلبيه، ما راح يشوفون الناحيه الايجابيه. يعني مثلا يعني انا اقول لك مثلا موقف يعني صار لي انا شخصيا، لما اول ما تخرجت من الثانويه قدمت على البعثات على اساس اني ابي ادرس طب، فسبحان الله انا ما ارتحت، يعني ما كنت مرتاحه لهذا الشيء ومستخيره، وحتى الوالده ما كانت مرتاحه، بس من داخل ابي الطب، انا حابه هذا المجال. حلو. ورحت وسحبت اوراقي من البعثات، ويعني ما شخصيا يعني ما رحت درستها، وقدمت على جامعه الكويت ودرست هندسه. حلو. وكنت انا مقدمه طب في البحرين، بعد 4 سنين سبحان الله صارت الاحداث، صار اللي صار، فقلت سبحان الله خيره لي، مع اني في وقتها ما كنت ادري. واستمرت يعني الحمد لله كملت تخرجت، ويعني اهم شيء ان عندي بكالوريوس، فهذا اهم شيء الحمد لله. الحمد لله. فهو يعتمد على طريقه تفكير الشخص، اذا كان ايجابي بيحول الموقف الى موقف ايجابي في حياته، راح يقدر يستفيد من الموقف. بالضبط، واذا كان سلبي العكس تماما. نعم، يمكن احنا قبل شوي لما كنا قاعد نتكلم عن الشخص الايجابي شلون ممكن هو اي موقف يصير فيه يقدر انه هو يعديه بسرعه، ما يستمر معاه هذا الاحباط والحزن اللي ممكن هو يحوشه في هذه الفتره. هل بالضرورة أن الشخص يعرف نفسه علشان يقدر أنه هو يطلع المود اللي فيه ويطلع من الإحباط أو التجربة المؤلمة اللي ممكن هي تحوشه؟ طبعا كل إنسان لازم أول شيء يعرف ذاته، ولما الإنسان يعرف ذاته راح يعرف شلون يتعامل معها، والتعامل مع الذات يدرجنا تحت 3 محاور، اللي هي أول شيء لازم أنا أعرف ذاتي أحبها وأنميها. معرفة الذات أنتي مثل ما قلنا من الطموحات، من القدرات، من الأهداف اللي أنا حاطتها في حياتي، وهذا الشيء إيه بالملاحظة أني أنا ألاحظ هذا الشيء. وطبعا لما نتكلم عن حب الذات أني أنا أحب ذاتي، يعني ممكن تدريب بسيط أي شخص ممكن يسويه في البيت، ورقة وقلم يكتب 3 مواقف استانس فيها، 3 مواقف فرح يعني ضايق فيها، و3 مواقف عصب فيها أو مثل ما نقول غضب فيها، وبعدين يشوف شنو كان شعوره في هال3 مواقف. هني راح يبدا يتعرف على نفسه، شنو اللي ضايقه وشنو اللي اسعده وشنو اللي خلاه يعصب. هني يبدا يحاول انه يعدل، ممكن يتجه الى خبراء تنميه بشريه يساعدونه، او خبراء نفسيين ممكن هم يساعدونه انه مثلا يسيطر على الغضب او انه يعدي هذا مرحله الحزن بسرعه ويقدر يتجاوزها بسهوله. هني راح يبدا يتقبل ذاته. ولما انا احب ذاتي احنا نحبها
بمميزاتها بغض النظر عن عيوبها. يعني اذا انا لقيت في نفسي عيب مو معناته ان انا احب نفسي بعيوبي، لا بالعكس احاول اصلح من عيوبي، ما استمر في هذا الشيء لان اكيد نعم. هو مسبب لي عائق في مرحله من حياتي. نعم كلامش قاعد تقولينه في شغله، يعني ساعات لما نكون حولك مثلا ناس تلقينهم اي موقف صعب يحوشهم يطلعون منه بسرعه وبهدوء وبسهوله، على طول الناس تشوف تنظر لهم انه والله انت شخص بارد او مشاعرك بارده وانت ما حسيت بالموقف اللي انت انحطيت فيه. هذه نظرة غريبة عند المجتمع، ما يقولون عنه شخص ايجابي. لان نظرتهم مثل ما قلت نظرة غريبة، يعني انا لان هم هذول الناس شلون تقدروا ان يعني يتخلصون او يطلعون من هذا المواقف بسرعة؟ ترى هالشيء مع الممارسة، كل انسان منا يظن انه يعني هذا الشخص يطلع من الموقف بسرعة انه مثل ما تفضلت انه انسان بارد او ما عنده احساس او ما يحس باللي مر فيه، لا بالعكس هو عنده احساس لكن قادر انه يسيطر على مشاعره، قادر يسيطر على تخوفاته وعشان يتجاوز يروح الى مرحلة افضل منها، بس الناس شنو تشوفها؟ انه يعني انسان ما عنده مشاعر، ما عنده احاسيس، بارد، بس هو بالعكس انسان عارف ذاته، عارف شلون انه يطلعها من المواقف اللي تخليها في تفكير سلبي او تفكير ما هو المطلوب يعني. احنا بنتكلم عن جانب ثاني الحين اللي الناس ممكن تمر عليهم فتره طويله في حياتهم مو عارفين ذاتهم ولا عارفين نفسهم، والسبب ممكن يكون من جانب اهلهم او ربعهم او البيئه اللي هم عايشين فيها. فاذا وصل واحد عمره 18 سنه ولا 21 سنه وهو للحين مو عارف ذاته ولا عارف يتصرف شلون يحول نقطه حياته ويتحول الى ايجابي، فشنو المطلوب منهم ان يسوون؟ اول شيء مثل ما قلنا يقعد مع نفسه. في نقطه احنا يعني ساعات نحسبها ومثلا واحد يقول ترى يعني مجنون يكلم نفسه، بالعكس هي وايد مهمه ان انا احادث نفسي اكلمها، ولما اكلم نفسي راح ابدا انا فعلا اتعرف على نفسي واتعرف على نقاط القوه عندي وعلى نقاط الضعف عندي، ومثل ما قلنا يحاول انه هو يتعرف على قدراته على طموحاته. قد يعتقد انه هو يعرف قدراته لكن ممكن مو بالضروره انه يعرفها، في اشياء خفيه ما تظهر له، ممكن يتجه مثل ما قلنا الى مدربين مختصين في مجالات يساعدونه على انه يتعرف على قدراته طموحاته، اشياء خفيه هو ما يشوفها بس الناس الخبراء ممكن ان هي تصيده فيه او تطلعها منه فيوجهونه الى المجال الصح. يعني الحين مثلا في امتحانات قاموا يسوونها للطلبه اللي يتخرجون من الثانويه، مجموعه من الاسئله يجاوب عليها الطالب، ممكن ان الخبير او المدرب بالتنميه يساعده على انه يروح لافضل مجال ممكن يتجه له ويثمر في نجاحه في الحياه. فهذه الاشياء راح تساعد يعني الناس انها تتعرف على ذاتها وتتعرف على قدراتها وطموحاتها. نعم يمكن احنا بما ان حضرتك يعني مختصه في مهارات التحفيز، احنا قبل لما كنا ندرس مثلا دائما المدرسين او مدرسات يعطونا امور ممكن هي تحفزنا للدراسه، بمعنى ان احنا نحط نوت حوالينا ان انا ناجح انا قادر انا الامور الناس هذه ممكن هي تحفزنا اذا احنا كنا حاشنا شويه احباط اثناء الدراسه، لكن بحياتنا اليوميه شلون ممكن انا اخلق لنفسي جو محفز؟ هو التحفيز لازم اولا واخرا يكون من نفسي انا، يعني انا ما يكون ان انا اعتمد على الناس هي اللي تحفزني او ان هي انتظر منها تقول لي والله برافو عليك عائشه يعني انجزتي سويتي، لان ممكن الناس في لحظه تنقطع عن تحفيزك يعني ما تشجعك او انها توفر لك البيئه اللي تحتاجينها علشان تطلعين مثلا من الاشياء السلبيه اللي انت ممكن يعني تطيحين فيها. فأهم شيء إنه يكون من النفس هذا اولا، ثانيا ان انا احاوط نفسي بناس ايجابيين هذا شيء وايد مهم، يعني ما اخلي نفسي محاطه في ناس او في اصدقاء او حتى لو كان من ضمن محيط العائله ناس سلبيه ممكن انها تاثر علي، ممكن ان هي تاخذ مساحه من حياتي. صحيح. احاول اني ابعد الناس السلبيه، مو معناته ان انا ما ابي علاقه فيهم لكن اقللها، يعني اذا شفت انسان سلبي احاول كثر ما اقدر ما تكون علاقتي معاه وايد او انها تكون يعني حيل، اخففها واحاول نفسي دائما بالناس الايجابيه، هذا شيء وايد مهم وياثر على الواحد. عندي سؤال اخير، ممكن في البعض يعرف ذاته يعرف نفسه ولكن هل في امور معينه في كل انسان هو اساسا ما يقدر يعرفها لازم يتجه حق مختصين يعرفونه عليها؟ مثل ما انت قلتي في بعض الطلبه ممكن يتخرجون من الثانويه في اختبار يعرفونه ويحفزونه يستمر في مجال معين. في ناس مثل ما قلت يعني في ناس تعرف نفسها وفي ناس لا، انا لما قلت يعني بالنسبه للطلبه اللي يعني مثلا مو عارفين وين يروحون او متشتتين او مثلا عليهم ضغط من الاسره نفسها انه والله روح المجال الفلاني، يعني من يتخرج واحد يلا مهندس او دكتور او هذا، فيعني هم يمكن مو حاب هالشيء هو يبي شيء ثاني، بس ان الاهل شايفين انه ما له فرصه في الحياه او ما له يعني مستقبل. هذول الطلبه او هذول الناس اللي يحسون ان ضغط الاهل مأثر عليهم في اختياراتهم في حياتهم
حياتهم، ممكن ان هم يتعرفون على نفسهم اكثر، يتعرفون على قدراتهم عشان يوجهونهم للطريق اللي يعني يسلكونه من اول شيء، بدل ما يروحون طريق وبعدين يردون مره ثانيه، من اول شيء يروحون الطريق اللي ممكن نقول يعني يصلح لهم. صحيح اكيد. يعطيك العافيه المهندسه عائشه ابو رحمه، مدربه مختص في مهارات التحفيز، وموفقه ان شاء الله من خلال دراستك وشغلك. اذا في كلمه اخيره حابه ان انت تختمين فيها لقائنا معك. اول شيء يعطيكم العافيه على الاستضافه، ما قصرتوا. واهم شيء انا بس بوجهها رساله للشباب، انه يعني كثر ما تقدرون خلوا تفكيركم ايجابي، يعني كل ما كان الانسان ايجابي كل ما كان نقطه التحول في حياته لها فرصه افضل. طبعا ضيفتنا قالت خلكم ايجابيين، وانا اقول لكم خلكم متفائلين وابتسموا في حياتكم، لان القادم دائما يكون اجمل.